قوات القمع هي انا قوات القمع هي تنشر انتو وفروا الحقوق للمواطنين انتو ما كتسمعوهم هذا هو العهد الجديد هذا هو الغيره ديالكم على الصحه ديال المواطن انتو ما كتشوفوا القمع انتو ما كتشوفوا الان راه كنتعرضوا للهجمه هجمه سريشه كنتعرضوا واحد القمع متواصل كنتعرضوا لواحد الهجوم شرس على المناضلين وعلى الاحرار فقط بغاو يقولوا الكلمه ديالهم وبغاو يرفضوا هذا الجواز اللي كنعتبروا حنا جواز ديكتاتوري وهذا اللقاح اللي ضر صحتنا كاين اللي قتلوا كاين اللي شللوا كاين اللي بزاف حنا ماشي خايفين الصديق ملي قلت لك ها هما جايين وانما حنا بغينا نلتحقوا بالمناضلين باش نهزوا شعارات لان كاين تما دراري صغار وكاين عيالات خصنا نحميوهم اللهم تجي فينا الضربه حنا كمناضلين ولا تجي في النساء المناضلات العفيفات الشريفات اللي واقفين معنا في هاد الشكل النضالي الا كانوا كيدعوا هما باللي حنا اقليه وحنا ما عندناش تاثير علاش يحاصرونا علاش يقمعونا علاش وهما شكون اللي عطاهم الشرعيه ماشي الشعب المغربي اللي سكت ليهم ماشي عطاهم الشرعيه سكت ليهم وخلاهم اما الشرعيه ما كايناش الشرعيه الديمقراطيه ما كايناش اي طالب اللي كيهضر راه ما عمره ترشح وهو فقط وزير تكنوقراط تحط علينا بزز علينا علاش يعود يهضر على الاغلبيه وعلى على الاقليه وهو كيمارس علينا الديكتاتوريه في القرارات ديالو في الكلام ديالو وجوده في حد ذاته يعتبر ديكتاتوري وكيعتبر ممارسه غير شرعيه وممارسه غير ديمقراطيه حنا كنرفضوا رفضا مطلقا الشعب المغربي الحر كنرفضوا هذا الجواز كنرفضوا هذا اللقاح بما تحمله الكلمه من معنى حنا كانهم جاوا اليوم بغاو يقولوا لنا راه عندنا غيره عليكم وعندنا واحد الحرقه عليكم على الصحه ديالكم الصحه ديالنا عرفنا السبيطارات اش كنسواو عرفنا الا مشيتي للسبيطار الا لقيت غير الدواء الحمر راه انت هو شكون وبالتالي كنستذكروا كاع التجاوزات الغير قانونه وغير مقبوله وهاد التدخلات الهمجيه وهاد التدخلات اللي كتبعت على الرجوع لسنوات الرصاص كنستذكروا وكنندوا بهاد التدخلات في حق اطفال وفي حق نساء وفي حقنا انتم كتشوفوا حوايج يشرقوهم كانوا بيعتقلونا حنا كنقول لهم بهذا المفهوم وقتلونا وعدمونا الموت حنا فقط الموت شرفاء اما الموت راه الموت وحده اللي عايده اللي صعيب واللي خايب هو نبقاو احياء وفوق الارض اموات الناس كيهاجروا الناس مساكن معطلين الناس عندهم اصحاب شواهد عليا ما لقاوش خدمه هذا اللي ما لقاش خدمه غير قتلوا هذا اللي ما لقاش خدمه غير قتلوا نيت وبالتالي حنا كنقولوها وكنعاودوها الناس اللي كيتحملوا مسؤوليتنا والجهات الوصيه خصهم قبل فوات الاوان ياخذوا القرارات السليمه اللي كترجع ليهم هما بالنفع قبل لنا حنا كشعب مغربي تحيه للجميع تحيه لكل الضمائر الحيه دمتم ودمنا لنضال صامدين قبل ان اختم كنحيي الصحافه الحره الصحافه الشعبيه الصحافه اللي كتعبر على الاراء ديال الشعب وكتعبر على الاراء ديال الاغلبيه الحقيقيه والسلام عليكم وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي